تتكرر تاني ابدا. ايوه. طيب بالكلام عن المانيا، تابعت طبعا اللي حصل من المانيا سواء على مستوى التوديع المبكر جدا للبطوله او على مستوى كمان فكره الانتقادات اللي حصلت واللقطه اللي عملها المنتخب الالماني في انطلاق مشواره قدام منتخب اليابان بوضع اليد على الافواه وبيان الاتحاد الالماني، شفت المشهد ده كله ازاي يا باشمهندس مصطفى؟ يعني المشهد كان غريب جدا، ان يعني بعض الاتحادات عايزه تفرض حاجه على الاتحاد الدولي وعلى كل الدول الاخرى، والغريب كمان يعني موقف الاتحاد الدولي ان هو يعني اخذ وده معاهم، لا مش هنسمح. هو كان الحل بسيط جدا، ان في اللائحه بتاعت الاتحاد الدولي ضمن اللوائح الشارات بتاعت الكابتن، هو الاتحاد الدولي هو اللي بيتحكم فيها وهو اللي حاططها وحاطط الدور ده يونايتد، اعتقد في حاجه معينه هو حاططها. فكان بكل بساطه يقول والله احنا البطوله دي اللوائح اتحطت وهي الشاره دي هي اللي هتتحط، واللي هنبقى ندرس بقى الطلبات بتاعتكم دي في المستقبل. باشمهندس مصطفى الصوت قطع فجأة، فقدنا الاتصال. أعتقد هنرجع مرة تانية للمهندس مصطفى مراد فهمي خلال ثواني قليلة. معانا باشمهندس مصطفى، أهلا بيك مرة تانية. مع حضرتك، معلش القطة قطع. لا ولا يهمك، منور الدنيا. فكان المفروض ان الفيفا اصلا يتعامل مع القصه، هنبقى ندرس بقى يعني. ربنا يعني معاكم. هم عاملين حاجه من الاول، خلاص احنا عاملينها، يعني اللي عايز يلعب في البطوله لازم يحترم اللوائح بتاعتها. مش ممكن يجي قبلها بيومين ثلاثه يقول لك لا والله ده انا عايز اعمل البتاع دي. بقى كل واحد بقى واحد يقول لك انا عايزين نعمل نزود الاحتياجات الخاصه زي اللي بيتعمل في انجلترا بلاك لايفز ماتر وبتاع. أيوة. يعني كل واحد بقى يطلع يخترع حاجه ومش مش هنخلص. دي العمليه البطوله يعني بطوله الاتحاد الدولي، وهو اللي يقرر ايه اللي هيتحط على المسموح بيه واللي غير مسموح بيه. مفهوم. طيب نتكلم بقى ككوره، هل بوصفك ليها ان هي ربما الافضل تنظيميا في تاريخ بطولات كاس العالم، هل هي فنيا ممكن نحطها في ترتيب متقدم على مستوى الافضل بالنظر لان احنا خلاص بننهي بالدور ال 16 من البطولة، ولا ترتيبها بيكون ازاي؟ لا طبعا، يعني انا الحقيقة ما فيش حاجة، ما فيش مباراة معينة شدتني او طبعا المستوى متقدم وبتاع، لكن ما فيش مباراة اعتقد ان يعني بعد شهرين ثلاثة حد هيبقى فاكر فيها حاجة يعني تتعلق بالذاكرة. لان يعني اتفرجنا على 48 ماتش في المجموعات، كان يمكن اقوى ماتش واللي كان فيه تكافؤ ومباراه سريعه جدا كان يمكن صربيا وسويسرا. ايوه 3-2 مظبوط، 3-2. اعتقد يعني استنينا 48 ماتش عشان نشوف مباراه نقدر نتفرج عليها من اول دقيقه لاخر دقيقه. طبعا الماتشات بتاعت الدول الافريقيه والدول العربيه كنا بنتابعها. ايوه يعني يعني كنا عرب وافارقه فمهتمين بيها، لكن ما كانش فيه يعني حاجه. يعني اما نتكلم عن الماتشات اللي